بعد ما خدنا المعادلات اللي نحسب بيها الدخل القومي، هنبتدي نشوف تمارين ازاي نحسب الدخل القومي. هنحل مع بعض حالة عملية، وهنسيب حالتين عمليتين محلولتين كتطبيق للأفكار وكتطبيق للمعادلات، وإن كانت ما خرجتش عن نفس المعادلات ونفس الأفكار. أفكرك تاني بالمعادلات اللي احنا خدناها، وببتدي من الناتج القومي الإجمالي لحد ما بوصل للدخل المتاح للتصرف فيه. ودي المعادلات اللي احنا خدناها بطرق قياس الدخل القومي. جمعنا في الآخر العلاقات ما بين طرق حساب الدخل القومي. في المثال التالي مديني كل البيانات اللي ممكن احتاجها واللي ممكن ما احتاجهاش، بمعنى ان انا مش شرط ان انا استخدم كل البيانات اللي قدامي، لكن هنا في التمرين احنا هنستخدم كل البيانات. مديني الانفاق الحكومي والاستهلاك الخاص والاجور والريع والصادرات لحد ما بوصل لاخر حاجة اعانات انتاج الشركات. وبعدين بيقول لي احسب الناتج القومي الاجمالي وطريقة الانفاق، احسب الدخل القومي بالتكلفة، واحسب الدخل المتاح للتصرف فيه، واحسب الناتج القومي بطريقة عوائد عناصر الإنتاج أو بطريقة الدخل. خلي بالك من حاجة، أنا هبتدي من الآخر الأول، بمعنى أنا هبتدي بآخر حاجة اللي هي الناتج القومي الإجمالي بطريقة الدخل، ودي هسيبها لك تحسبها. إن إحنا هنجمع عوائد عناصر الإنتاج اللي هي الأجور والإيجارات والفايدة والأرباح، ودي هتساوي الدخل القومي بالتكلفة اللي هنحسبه في بي. لكن هنبتدي بقى نرجع تاني للحل من الأول، وهنبتدي برقم ألف. هنيجي نحسب الناتج القومي الإجمالي، هنجمع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والإنفاق الحكومي وصافي الصادرات، هيطلع بيساوي 1690. وبكده إحنا بنحاول نعمل تطبيق مباشر في المعادلات اللي إحنا خدناها. لما نحب نجيب الدخل القومي الصافي، هنطرح الإهلاك من الدخل القومي الإجمالي، وبالتالي هيساوي 1630. عشان أوصل للدخل القومي بالتكلفة، هشيل الضرائب غير المباشرة وأضيف الإعانات لقطاع الأعمال، فيطلع الدخل القومي بالتكلفة 1560. عشان أجيب الدخل الشخصي، هطرح من الدخل القومي كل العناصر اللي إحنا قلنا نطرحها، ونضيف الإعانات وأرباح الأسهم، هيطلع إن الدخل الشخصي يساوي 1580. اللي هتبقى أشيل منه الضرايب على الدخول الشخصية، يطلع الدخل المتاح للتصرف فيه. في التمرين ده والتمرين اللي جاي، دي أمثلة محلولة أنا هسيبكم تحلوها، تطبيق مباشر للأفكار اللي إحنا قلناها، مع وجود بعض اختلافات بسيطة، مع وجود نقص في البيانات. عليك ان انت تحلها، عندك التمرين وعندك الحل بتاعه.